انظروا يا أخوان إلى هذه الصلاة، الصلاة التي نصليها علاج أيضا، الصلاة التي نصليها علاج. وما أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى شيء إلا وفيه منافع كثيرة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. انظروا إلى الصبر يا إخوان، ما أعظم الصبر، ما أعظم الصبر وما أعظم نتائج الصبر. يوسف عليه السلام كم جاءه من عقوبات، إخوانه رموه في البئر، ثم أخذه ناس وباعوه عبد، ثم أدخل السجن، ثم فتن في النساء. وبعد ذلك بعد 40 سنة لما نصره الله وصار عزيز مصر، جاءه إخوانه ماذا قال لهم؟ قال كلمة واحدة: إنه من يتقي ويصبر. يتقي ويصبر، معنى يتقي يحافظ على طاعة الله، إن أصابته ضراء محافظ على طاعة الله، إن أصابته سراء شكر الله عز وجل. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أحسن عملك،